احب اطمن الساده المشاهدين انه الكورونا في اغلبيه العظمى من الحالات ما بتاثرش على القلب. عظيم. احنا لما نيجي نتكلم في القلب بنتكلم على الشرايين التاجيه، عضله القلب. الحقيقه ان احنا يمكن شفنا حالات رسم القلب فيه تغيرات واعراض كانها جلطه او ذبحه صدريه غير مستقره، ونعمل لهم قسطره ونلاقي انه الشرايين مش مسدوده. ما هو في النهايه طالما الشريان ما فيهوش انسداد يبقى ما فيش تهديد لعضله القلب، يبقى مجرد كانه اصابه الكورونا خمت الدكتور لكن ما ضرتش المريض من ناحيه الشرايين التاجيه. كان في بدايه لازم نعرف ان مرض الكورونا ما كملش سنه او يدوب سنه، وبالتالي المعلومات تتطور، لانه في الاول كان في معلومات مش عارفين ده اكيد ولا لا، وبعد كده ابحاث على عدد قليل من الحالات، وبعدين بعد شويه ابحاث على عدد اكبر، وبالتالي معلومات الطب في العالم كله تتطور يوميا. صحيح. وفي معلومات او افكار او اقتراحات علاجيه كانت موجوده في وقت ما، صحيح، يمكن النهارده تغيرت. حصل تغيير. صحيح. بناء على زياده عدد الحالات وزياده عدد الابحاث وحجم الابحاث. ارجع اقول برضو من ناحيه تاثير الكورونا والقلب انه لو حصل تاثير في القلب، هو اولا انا قلت الشرايين التاجيه انها بتدي منظر كان في جلطه، لكن لما بنعمل القسطره ما بنلاقيش انسداد. ده نمره واحد. نمره اتنين، عضله القلب مباشره. دايما الناس تسال طب هو كفاءه عضله القلب ايه يا دكتور؟ كان في بدايه الكورونا نوع من الخوف او الشك انه يكون في تاثير مباشر من فيروس الكورونا على عضله القلب. وكان في بعض الابحاث بتقول يجوز وربما واحتمال، تدريجيا وجد ان هذا يحدث بنسبه نادره جدا. بل اقدر اؤكد انه الى يومنا هذا احنا في الطب لازم يبقى زي دايما بقول الدكتور زي المخبر، زي فاكر حاجه كولومبو المخبر، فلازم الادله والادله الاكيده وما يبقاش فيه شبهات ان لا طب افرض طب اصل، فلازم الادله قاطعه. لهذه اللحظه لم يتم العثور على فيروس الكورونا في عضله القلب. تمام. فدي حاجه مطمئنه جدا. عظيم. كان في برضو خوف او نقدر نقول نوع من الارتباك بالنسبه لطيب بس في شباب كتير بيجي لهم جلطات، بيجي لهم كورونا وبيخفوا على طول. لا وفي ناس تقول لك ايه ما خدش دواء السيوله، لا هيجي له جلطه. ادويه السيوله هنجي لها بعد كده، لكن انا لسه في تاثير الكورونا على عضله القلب. على القلب. طيب ما في شباب كتير بيجي لهم الحراره والاعراض ويفقدوا حاسه الشم وبعدين بيخفوا وبيعملوا التحليل اللي هو المسحه وبتطلع ان عندهم كورونا، فانها يعني استوفوا شروط الاصابه بالفيروس، الاصابه بالكورونا وخفوا. طيب ما في كتير منهم كانوا بيلعبوا رياضه، منهم في فرق رياضيه، منهم يعني الشباب بيلعبوا رياضه كوره كتير جدا اصيبوا بالفيروس كتير. الحقيقه وجد انه الاغلبيه العظمى انه ما فيش اصابه، بل لسه حتى اول امبارح القلب لم يتاثر وبالتالي يعني حتى لسه اول امبارح اخر بحث، هو في ثلاث ابحاث كبار على الموضوع ده من امريكا، لانه امريكا عندهم الرياضه في المدارس وفي الجامعات مهول بشكل كبير، كبيره جدا جدا، فكان مهم جدا يجاوبوا على السؤال ده. عظيم. فلقوا انه نادر جدا جدا وان ما فيش اصابات، وبالتالي حاجه مطمئنه. انا عايز اقول لك برده على شكوى كتير اشتركوا فيها، لا نفسي مش جايب،
بنهج بسرعه مش قادره على نفس المجهود. تمام. دي شكوى ناس كتير تمام. عانت منها. هي غريبه جدا. ما ننساش انه ضيق النفس ممكن يكون لان الفيروس بيخش على الرئه. الفكره انه ما ننساش برضو ان القلق لوحده ساعات بيعمل ضيق نفس. تلاقي المريض طبعا في فرق. المصدر ضيق النفس لو نفسي تلاقي المريض او المريضه تقول لك ابقى حاسس ان انا عايز حاسس ان الاكسجين مش داخل كفايه عايز اعمل كده عايز اخد كل شويه باخد نفس غويط. ده بيبقى مصدره القلق والتوتر اكثر وليس سبب عضوي في الرئه.